ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بعد التحية، كيف ترى دعوة الرئيس المصري كضيف شرف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية بالهند؟ لا، وطبعا تعبير عن عمق العلاقات بين الهند ومصر، والحقيقة كمان تقدير من الجمهورية الهندية مصر على مدى التاريخ وفي الوقت الراهن بشكل كبير. وحتى رئيس وزراء الهند اعتبر زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية للهند كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية، لأنه مصر كانت طوال الوقت على مدى التاريخ الحديث كانت شريك للهند في تفاصيل كثيرة وفي تأسيس عدم الانحياز وغيره. وفي العصر الراهن الحقيقة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعتقد انه طول الوقت بيرفع شعار التعاون والشراكه مع كافه الدول وبيوطد هذه العلاقات، في ادراك واضح من دول العالم لانه في رغبه حقيقيه في ارساء السلام، في التفاهم، في التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بشكل كبير. في كثير يمكن دراسته واستنتاجه بين الهند ومصر. اولا عمق العلاقه التاريخيه، الامر الاخر وفي كثير من المجالات يمكن تبادل الخبرة فيها، يمكن التعاون فيها، يمكن تطويرها بشكل كبير، سواء العلاقات الإقليمية والدولية أو العلاقات التجارية والصناعية المباشرة. يعني هي أول مرة في تاريخ الهند يتم دعوة رئيس مصري للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي، وهو يحمل في طياته الكثير من التقدير لمصر ولشخص سيادة الرئيس. بالظبط، تقدير للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير، وحتى رئيس الوزراء عبر عن ده بانها زياره تاريخيه. وبالفعل ما يعني ده حدث نادر بالنسبه للهند انه يدعى رؤساء في احتفالات الجمهوريه. الدعوه تقدير لمصر بشكل كبير، تقدير لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات المتبادله بين البلدين. والحقيقه الرئيس كمان يعني عبر عن يعني امتنانه وعن شكره للهند شعبا وحكومه، والحقيقه قام بعده زيارات مهمه، منها يعني حتى زياره ضريح الزعيم المهاتما غاندي والمشاركه في القمه مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وده تعبير واضح الحقيقه عن عمق هذه العلاقات وعن رغبه في زيادتها وتنميتها، لانه زي ما احنا قلنا العلاقات بين الهند ومصر علاقات ممتدة على مدى أكثر من 70 سنة، ويمكن ده جزء مهم أيضا من الاحتفالات العلاقات بين البلدين نفسها. هذه الاحتفالات تتزامن الاحتفال بالجمهورية بمرور أكثر من 7 عقود على بدء العلاقات الهندية المصرية. وأعتقد كمان أنه فيه رباط تاريخي وتشابك في بعض الأوجه بين الشعبين المصري والهندي، وده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة دائما بيتم تنمية العلاقات وتوسعها بالشكل اللي يمكنها من انها تكون قادرة على التداخل وقادرة على التعاون وتبادل الخبرات. يعني المؤتمر الصحفي المشترك شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون المشترك بين البلدين؟ في مجالات كثيرة جدا تتحمل التعاون بين مصر والهند، لأنه يعني على سبيل المثال الهند متقدمة في مجال صناعات التكنولوجيا وصناعات التعهيد وصناعات في بعض المجالات النقل، في الخامات الدوائية، في كثير من في الزراعة، في يعني هناك الكثير من المجالات يمكن تنظيم التعاون بين مصر، يمكن زيادة التبادل التجاري أعتقد بشكل كبير. الهند لديها تجربة زي ما احنا قلنا، ومصر كمان لديها تجربة تستطيع من خلالها أن الهند أن تستفيد برضه، لأنه المجالات متبادلة. وزي ما احنا أشرنا الهند بالذات لها قاعدة صناعية مهمة جدا في صناعات التكنولوجيا مبكرا منذ الثمانينات والتسعينيات، في مجالات خامات دوائية، في مجالات الزراعة والتصنيع والبتروكيماويات، في مجالات مختلفة الحقيقة، وعندهم تنوع شديد في الاستثمارات وتجربة كمان
يعني تجربة لافتة في التنمية وفي النمو يمكن أيضا النظر إليها. وأعتقد أنه في مجالات كثيرة جدا، يعني مذكرات التفاهم، وفي مجالات كثيرة الحقيقة الهند بتتقدم فيها بشكل مضطرد، وليها علاقات في هذا الأمر مع أفريقيا، مع غيره، مع بعض الدول الأفريقية في الصناعات وفي تصنيع والتبادل التجاري. أعتقد ده جزء مهم قوي، يعني في تعدد كثير للمجالات، والهند لديها أيضا حقيقة تعدد ثقافات، تعدد أفكار، والصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة يعني عندها رغبة في أنها تكون اقتصاد ناشئ كبير، وأعتقد أن ده يبقى مهم قوي في العلاقات بين البلدين. يعني سيادة الرئيس ذكر أن التعاون الدفاعي كان محورا رئيسيا في أجندة مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي، كيف ترى دلالات الاهتمام بهذا المحور تحديدا وهو محور التعاون الدفاعي؟ بالتأكيد هو محور مهم، لأنه الدفاعي بمعنى أمن القومي من جهة، والدفاع والتسليح من جهة أخرى، وأعتقد الهند لديها تجربة في هذا الأمر، بالإضافة إلى جزء مهم جدا في الأمن القومي والأمن العالمي والسلام. أعتقد إنه مجال مهم جدا للتعاون، والقطاع والجزء الأمني، التعاون الأمني أو الدفاعي، أعتقد ده مجال بيبقى مهم جدا في سياق العلاقات الحالية يعني. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.